Christos Anesti. Christ is risen. المسيح قام. Today we read, النهاردة بنقرا الإنجيل الخامس في الأناجيل بتاعة القيامة. أول إنجيل كان إنجيل توما. كان إنجيل توما بتاع حد توما اللي فيه جه توما وحط إيديه مكان المسامير وحط إيده في جنبه. الإنجيل بتاع الأسبوع اللي بعده التاني في القيامة كان إنجيل خبز الحياة. التالت السامرية ماء الحي. الرابع كان الإنجيل بتاع إحنا قريناه المرة اللي فاتت حد اللي فات. يسوع النور. إنجيل أنا هو النور. أنا هو نور العالم. والإنجيل ده بتاع النماضي بس هو يبدأ بداية مختلفة شوية. وقلنا إن الأناجيل بترد على أسئلة، تتسأل أسئلة بترد عليها. أول سؤال سألناه وكان هو في الأسبوع بتاع توما الأولاني، ليه ربنا أظهر نفسه للتلاميذ بشرط؟ كان الظهور مشروط. قال لهم لما جت المجدلية تلمسه شفنا ان قال لها ايه؟ ما تلمسنيش. وبعدين جيت المزي عمواس يمشين في السكة عينيهم مقفولة. طب الشرط كان ايه؟ المجدلية هتشوفوا بجد وتلمسوا فين لما يقول لهم جسوني والمسوني شوفوا انا مش روح. هو اللي بيدعوهم ان هم يلمسوه. فين اللمس ده حصل؟ في العلية اللي هي ايه؟ اول كنيسة. هي دي ام الكنيسة كلها اللي اجتمع فيها المجموعة بتاعت التلاميذ. فأول سؤال بنسأله، ليه كان ظهور ربنا يسوع المسيح لتلاميذه مشروط بعد القيامة؟ ده أول سؤال. السؤال التاني احنا قلناه، طيب ليه الكلام عن الخبز والخمر؟ لأن هو ده الطريقة اللي ربنا بيظهر فيها في وسطينا من هنا ورايح طول الوقت. هي المكان اللي هيوري نفسه فيه بالجسد، فكل إنسان مسيحي هيلمسه ويدوقه بالجسد. فين؟ في الكنيسة. معنى كده ربنا يسوع المسيح مش معانا برا. السؤال ده كان سؤال جانبي وقلنا لا، لان هو قابل السامرية فين؟ برا الكنيسة. قابل تلميذي عمواس ايه؟ بس مش بطريقة ايه؟ واضحة وملموسة. ما قدروش يمسكوه، ما قدروش يلمسوه. والسؤال ده سألناه في حد توما برضو، قلنا طب ليه يا رب توما ما قدرش يشوف ربنا يسوع المسيح لمدة اسبوع؟ خلي بالكوا توما ده يوم كام؟ يوم الحد التاني بعد القيامة، يعني قعد اسبوع مستني عشان يتأكد ان ربنا يسوع المسيح قام. ليه؟ ليه ربنا لو بيحب توما ما رحلوش وراله نفسه؟ احيانا احنا سذج زي الاطفال ما بنفهمش ربنا بيفكر ازاي وعايز ايه، لكن الانجيل بيقول لنا. اللي يقعد يسأل الاسئلة دي هيجاوب ليه؟ لان توما لازم يشوفه فين؟ جوه الكنيسة برضه. بعد 7 أيام في اليوم الثامن جه ربنا وقال له تعالى هات ايدك. طب انت كنت فين يا توما؟ ما نعرفش كان فين. كان عنده شغل، كان بيشتري حاجة، كان بيتفسح، حدش عارف. فيبقى هنا الكلام الكبير اللي ربنا عايز يقوله في اول اسبوع هو ايه؟ انا معاكو بس فين؟ الكنيسة بطريقة ملموسة. وانا معاكو طول الوقت لكن مش بطريقة ملموسة. الحد اللي بعده اتكلمنا على خبز الحياة. ربنا يسوع المسيح انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء الواهب حياة للعالم. وقلنا ده بيتكلم على ايه؟ على الافخارستية. ده الطبيعي ان احنا نكمل الكلام عن وجود ربنا يسوع المسيح في الكنيسة بطريقة مادية، ان نتكلم على ايه؟ على التناول. الحد اللي بعده. وبعدين جه الحد التالت اتكلمنا على الماء الحي والسامرية، وقلنا احنا كلنا عارفين الماء الحي اللي بيتكلم عليه ربنا يسوع المسيح ده ايه؟ ايه الماء الحي اللي كان بيكلم عليه السامرية؟ عطية الروح القدس. فلان ربنا في الليلة اللي جه لتلاميذه، اول ليلة جه فيها يوم الحد بتاع القيامة بالليل لما دخلوا الابواب مقفولة، قال لهم ايه؟ نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، اللي تغفروا خطاياه تغفر واللي تمسكوها تتمسك. كأن بيقول ايه؟ انا مش بس جاي لكم بجسدي، انا كمان هحط في وسطيكم مغفرة الخطايا اللي بتتعمل في الكنيسة كل مرة واحد بيجي يعترف. فأسس الكنيسة من ناحية وجوده هو شخصيا، ادانا نفسه، ادانا جسده ودمه،
وادانا الكهنوت عشان ناخد المغفرة اللي لازم الإنسان يسمحها، زي المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي لما قال لها اذهبي ايه مغفورة لك خطاياكي، فالناس ابتدت تتخض، قال لهم ايه انتوا اتخضيتوا ليه كده؟ عشان تعرفوا ان ليا سلطان. كان في واحد مفلوج جابوه من على السقف، لما نزل قدام ربنا يسوع المسيح كانوا مستنيين يقول له ايه، قوم، ما قالوش قوم، قال له مغفورة لك خطاياك، فاتخضوا برضه، قال لهم عشان تعرفوا ان الابن البشر سلطان على الارض. المذهل اكتر ان مش هو بس اللي له سلطان، هو ابن الله المساوي له في الجوهر، ده ادى السلطان ده لمين؟ للكنيسه في سر الكهنوت. يبقى في ليله القيامه بتاعته، في العيد بتاعه، في المجد بتاعه الكبير جدا، اعطى الكنيسه معاه كمان عطايا، عطيه مغفره الخطايا، واداها نفسه في الجسد والدم. ايه اكتر من كده؟ ناخد من ربنا يسوع المسيح. الحاجة الأسبوع اللي بعد ده اللي هو الأسبوع الرابع قلنا أن يسوع نور العالم، والسؤال هنا بقى كان السؤال البديهي، طب يا رب أنت وريت نفسك للكنيسة جوه الكنيسة، طب هتعمل إيه في العالم؟ ملوش. وقلنا كده الأسبوع اللي فات، قلنا يا ترى تفتكروا ربنا راح زار قيافة وحنانيا وزار بيلاطس وزار هيرودس وزار الفريسيين اللي مسكوه وحكموا عليه بالموت وقعدوا يستهزئوا بيه، راح زارهم ولا شافهم تاني؟ ولا هم شافوه؟ مش حد في العالم شافه خالص، لم يراه احد من الناس قط بعد كده، استخبى تماما من العالم، رغم ان هو نور العالم. احنا قرينا الانجيل بتاع انجيل يوحنا 12، قال لك بعد ما قال لهم وعمل المعجزات وما امنوش بيه، قال لك فذهب وتوارى عنهم، كانه ايه، الباب اتقفل خلاص، اللي عايز بقى يشوف يروح فين؟ يروح الكنيسة. زي بالظبط قصة يوسف، أنا بس يعني مش عايز أطول عليكم، قصة يوسف لما أخوات يوسف باعوه، وبعدين هو بقى في مجد عظيم جدا، عشان يشوفوه لازم يروحوا فين؟ يروحوا مصر، ما ينفعش يقعدوا في مكانهم ويشوفوا يوسف تاني، يوسف مش هيرجع لهم. يوسف مات واتدفن في مصر، مش راجع تاني. فلما واحد يقول لك إيه ده ربنا يسوع المسيح، ودي قصة موجودة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه دي، طلعها ناس طلعوها كبدعة في القرن السبعتاشر، هي بدعة المجيء اللي هي الحكم الألفي، ان ربنا يرجع اسرائيل تاني ويكمل العلاقة معهم، انتهت العلاقة، انتهت ليه؟ مش لان هو عايز ينهيها، لان هم ايه، هم انهوها. انهوها ازاي العلاقة مع ربنا؟ عملوا ايه اليهود عشان ينهوا العلاقة مع ربنا؟ ما تعرفوش عملوا ايه؟ صلبوه وقالوا دموا علينا وعلى ايه، خلصت قصة، خلصت. فهو مش هرجع، عشان اسرائيلي او يهودي يشوف ربنا يسوع المسيح لازم يروح فين؟ يروح الكنيسة، ملاش حل. فده الاسبوع بتاع انا هو نور العالم لما قرينا الانجيل، قلنا السؤال الاولاني ليه يا رب وريت نفسك للتلاميذ بشروط، ليه اديتهم عطية الروح القدس، والتالتة ليه مش بتوري نفسك للعالم، بتوري بس نفسك للكنيسة. السؤال النهاردة، السؤال المهم الملح النهاردة، طب ليه هتسيبنا وملامح بتاعتك المعروفة للتلاميذ وتروح السماء؟ ده السؤال بتاع النهاردة ده، يعني بيبدأ الإنجيل يقول ايه، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت أني أمضي، هو قال في أول 14 اللي احنا قرناه ده، لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا عندي كتير أماكن في بيت أبويا، في القصر الكبير اللي في السماء ده، في المكان العظيم اللي في السماء ده، عندي أماكن كتيرة، لو ما كانش كده كنت قلت لكم مفيش أماكن، شوفوا لكم حل. وأدرح قال لهم أنا لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حيث حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. كلام بتاع الأصحاب دي كلام غامض وكلام عجيب، هو بسيط، بسيط جدا، لكن في نفس الوقت ملناش خيال يستوعبه، مفيش خيال نقدر نحطه عنه. أول حاجة بيقولها لنا، بيقول لنا رايح عند أبويا. التلاميذ نفسهم هيسألوه، قال لهم انتوا عارفين انا رايح فين وعارفين السكة، يعني هو هيسيبهم، بس هو بيقول لهم ليه انا هسيبكو. يبقى الاولانية ليه يا رب وريتنا بشروط، ليه انت اديت روح القدس، ليه مش موري نفسك للعالم المرة دي، ليه انت ماشي، صحيح انت هدينا جسدك ودمك، نحب نبص على وشك ونشوف عينيك ونشوف
ايديك اللي اتسمرت ونشوف رجليك اللي اتسمرت، طب ليه ما تستناش معانا؟ فقال لهم انتوا عارفين انا رايح فين وتعلمون الطريق. قال له توما يا سيد مش عارفين. توما هنا بيقول له ايه؟ تتكلم على ايه؟ موضوع غامض جدا. تلاميذ اللي قعدوا معاه 3 سنين ونص عندهم اسئله لان الكلام غامض. ما نعرفش انت رايح فين، هنجيب منين الطريق؟ يعني انت واحد بيقول لي ايه ابونا انا مسافر بعد اسبوع، انت عارف انا رايح فين وعارف الطريق؟ اقول له لا حبيبي ما اعرفش انت رايح فين، على الاقل قول لي انت رايح فين اقدر اعرف الايه الطريق. فرد ربنا يسوع المسيح قال له ايه ده توما، بيقول يا سيد لسنا نعلم اين تذهب فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ فقال له يسوع انا هو الطريق والحق والحياه. الطريق هو انا، طب امال البلد اللي انت رايحها دي ايه؟ ليس احد ياتي الى الاب الا، يبقى المكان اللي هو رايحه هو مين؟ حضن الاب، هيقعد على يمين. واحنا عارفين في في في, في الكلام عن الصعود بنقول ايه؟ وصعد الى السماوات وجلس، يعني هو ده المكان اللي هو رايحه، ده المكان. المكان ده ما حدش دخله خالص، مفيش بشر دخلوه خالص، دي اول مره حد من البشر يدخل هذا المكان. المكان ده فين وازاي وشكله ايه ما حدش يعرف، لكن شاف في الرؤى، يتشاف في الرؤيه بتاعت يوحنا بطريقه رمزيه، والقديس بولس شافه، ما حدش دخله قبل كده خالص، هو الوحيد اللي دخله وصار نائبا عنا زي ما بيقول في الاسم بتاع سبت النور، بكوره مين؟ الراقدين. اول واحد من الموتى يقوم ويقعد عن يمين الله الاب. هنا اذا بنبهكم حاجه كبيره جدا، الله عيله، ما هوش شخص واحد. هو حد يفتكر كده الكنيسه بتحرم هذه البدعه اللي بيفتكر ان هو شخص واحد بياخد اسامي اب ابن روح القدس، لا هم ثلاثه، هم انا بقول هم ثلاثه. حتى لما ربنا يقول انا والاب واحد يقولها ازاي بالجريجي وتتفسر انجليزي ازاي؟ يقول لك انا وابي نكون، مش اكون، نكون واحد، معنى صح في وحدانيه قويه جدا بين الاب والابن روح القدس. الوحدانيه دي سر مستوى تاني من الحياه. عشان كده كل الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده موضوع ايمان، ما هياش موضوع تفكير. لما حد يسالني يقول لي ازاي الاب والابن والروح القدس في بعض، يقول له انا في الاب والاب فيا، انا والاب في الروح القدس، الروح القدس فينا، ازاي يكون شخص جوه شخص؟ نقول لك ايه، الكنيسه تقول الزوج والزوجه واحد، لكن عمره ما الزوج يقدر يقول لك انا في مراتي ومراتي فيا، ما تقدرش تعملها الحكايه دي، ما تتعملش. طب امال ايه؟ عشان في كيان تاني، في طبيعه تانيه، في وجود تاني احنا ما عندناش فكره عنه خالص. في هذا الوجود وفي هذا الكيان ممكن شخص يبقى جوه شخص. الكيان ده بتاع مين؟ بتاع الله فقط. شخص يبقى جوه شخص بنفس الطريقه اللي هذا الامر بيحصل بيها، نقدر نقول ان المسيح جوايا. طب يعني ايه المسيح جواك؟ في حد جواك قاعد جواك بيتكلم؟ في، بس مش بالطريقه بتاعتنا بتاعت البشر. طب افهمها ازاي؟ هقول لكم اللي انا بقوله للعيال الصغيرين لما العيال يجي يقول لي ايه، مين خلق ربنا؟ مين خلق ربنا؟ لما العيال الصغير بقول له مين خلق ربنا، العيال دلوقتي كلهم بيعرفوا الايفون ويعرفوا الكمبيوترز والحاجات دي. انا برد عليهم لو هو عنده الاستيعاب ده بالتاكيد يعرف يتعامل مع اللابتوب والكمبيوتر. اقول له نفترض ان الكمبيوتر بتاعك او الجيم جاجت بتاعتك مش عليها اللعبه الجديده، لو حبيت تلعب اللعبه الجديده عليها هيطلع يحصل ايه؟ هتطلع لك ايه؟ ايرور مسج. ليه؟ لان البرنامج مش فيها. لازم حد بتاع برامج يقعد يكتب البرنامج ويحطه في الكمبيوتر عشان الكمبيوتر يتعلم يرد على اسئلتك. لو السؤال بره البرنامج الكمبيوتر هيرد عليك يقول لك ايه؟ ايرور. فلو انا البرنامج بتاعي اللي انا، احنا كلنا ما اتولدناش متعلمين. اكتر واحد فينا متعلم النهارده موجود في وسطينا عضاله بتاع 20-30 سنة يعرف الكلام اللي هو عارفه. قاعد يبرمج في نفسه قد ايه؟ يعني وكتير الناس دلوقتي بتزهق، ما حدش عايز يبرمج اكتر من 10 سنين، ذاتس ات. بعد 10 سنين ام دان، انا مش عايز ابرمج تاني خلاص. عشان كده قليل جدا الناس تحب تروح كليه الطب دلوقتي ولا يروحوا الحاجات اللي بتطول دي، مش عايزينها لا. فالبرامج دي جت منين؟ هل هي اتوجدت جوانا؟ هل احنا اكتشفناها بنفسنا؟ لا، قعدنا نقرا كتب
ونشوف ناس بحثوا وعملوا وبنحشي في الدماغ دي على قد ما نقدر عشان لما السؤال يطلع يقدر الواحد ايه. طب هل في برنامج موجود مع البشر يعلمنا طبيعة الله؟ هل هذا موجود في البرامج بتاعت البشر دي كلها؟ في موجود هذا؟ كل اللي احنا عارفينه هي برامج البشر، ما يعرفه الانسان من اول بداية من ان يتعرف يعرف يميز بين الالف وكوز الدرة، ده بداية خالص. ونقول للعيل سايت ووردز ها با كاما، وبعدين لغاية بقى لما يتعلم الحاجات الكبيرة قوي. فهل في وسط البشر في اي حاجة تشرح لنا طبيعة الله وازاي ان الاب يبقى جوه الابن والابن يبقى جوه الروح القدس والاب؟ ما عندناش هذه الخبرة، ما نعرفهاش. من اجل كده ربنا يسوع المسيح، وده مهم جدا ان احنا نعرف، زي شخص له بعدين، له بعدين، بعد ارضي مولود من العذراء له جسد زينا بيتكلم معنا، والبعد التاني ايه؟ سماوي. لما اتقابل مع الارضي، الارضي يكلمني على الايه؟ على السماوي. يبقى هو الطريق ازاي؟ ان لما اقعد اسمعه انا مش بسمع كلام حكمة ناس، مش بسمع اختراعات بشر او برامج بتاعت ناس، بسمع ايه؟ السماء. ان هو في نفس الوقت هو موجود معايا، هو ايضا موجود فين؟ قال لهم كده لما قال نيقوديموس لم يصعد احد الى السماء الا ابن الانسان الذي نزل من السماء الذي هو في السماء. يعني انت بتكلم نيقوديموس انت برضو في السماء طبعا، لان لاهوته ايه؟ يملأ كله. فلما يجي يكلمني ربنا يسوع المسيح اللي هيقوله لي ما ينفعش يتفسر. عشان كده لما طلبوا منه يفسر الخبز والخمر يبقوا جسد ودم ازاي، قال لهم ايه؟ ولا حاجة، مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. قالوا له الكلام ده صعب، مين يقدر يسمعه؟ انا عايزين تمشوا امشوا، بس ما فيش حاجة هقولها لكم. بالتالي في امور ربنا يسوع المسيح هيكلمنا عنها هتبقى صعبة حتى على التلاميذ. لما قالوا له ازاي ما نعش عارفين انت رايح فين وازاي ورايح مين ومين وفين انت رايح وايه الطريق، فقال لهم ان هو الطريق. هو طريق معنى ان هو بيننا وبين السماء. الجزء البشري بتاعه الطبيعة البشرية بتكلمنا وبتدينا ايه؟ السماء. طب اخد الكلام بتاعه ازاي؟ في اجزاء كتيرة بالذات يوحنا ده لازم اصدقه. عشان كده اقول لكم نقطة خطيرة على الجنب كده صغيرة. لما نسمع وعظ بنتشد قوي للوعظ اللي فيه حكمة بشرية للأسف، ماشي مش وحش نتكلم على السيكولوجي وعلى تربية العيال وعن معاملة الناس والأخلاق والتعامل مع بعض، كل الكلام ده مطلوب برضو انه جزء من الإنجيل، ده جزء البشري. لكن ما تنسوش الأهم والأخطر هو الجزء الايه؟ الروحي السماوي اللي ما ينفعش يتفسر. ده الجزء اللي هيحولنا لكائنات سماويه. ده اللي بيعمل القديسين، ده اللي بيعمل القديسين. مش عايز ان احنا نطلع ناس عندنا اخلاق حلوه وفاهمين الدنيا وفاهمين ازاي، ماشي ده حلو، لكن عشان تبقى قديس لازم تبقى عندك هذه النقطه، الايمان اللي هو بيقول ايه؟ ما بيقول اول ما ابتدى قال لهم كده، قال لهم لا تضطرب قلوبكم ما تزعجوش، انتم تؤمنون بالله امنوا بي. الانجيل يبدا بحته ايه؟ الإيمان، إن أنا هاخد كلامك يا رب وأصدقه. بنفس الطريقة هصدق إن ربنا يسوع المسيح بيدخل جوايا. قديس بولس قالها في السرين دولة. السر الأولاني قال أنتم الذين اعتمدتم للمسيح، المسيح إيه؟ حد عارف؟ أنتم الذين اعتمدتم، كل اللي اتعمد للمسيح، المسيح إيه؟ لبستم. يعني إيه نلبس المسيح؟ هو ربنا يسوع المسيح هدوم بنلبسها عشان نبقى فين؟ نبقى فين؟ نبقى فيه. قديس بولس قال كده، قال في الرسالة بتاعته بتاعت فيليبي، قال ان انا كنت رجل يهودي، كنت رجل فريسي، وكنت اعرف حاجات كثيرة جدا عن الناموس، واعرف ربنا اكتر من اي بني ادم على الدنيا، لكن لما اكتشفت ربنا يسوع المسيح حسبت كله ايه؟ ده فريسي، ابن فريسي، حاجة جامدة جدا يعني بالنسبة زي بتوع راجل مدرس في هارفارد هنا النهاردة بالنسبة لليهود. قال حسبت كله ايه؟ نفاية. ليه؟ قال ليه يا بولس؟ قال لك حسبت نفاية ليه؟ لكي اربح معرفة المسيح واوجد ايه؟ فيه.
هي دي الطريقة اللي أنا هأوجد بيه فيه جوه المسيح. وده اللي قاله ربنا يسوع المسيح، قاله مرتين في الإصحاحات اللي احنا بنقراها دي. قال الذي عنده وصاياي ويحفظها، الذي عنده وصاياي، الذي يحبني يحفظ وصاياي، والذي عنده وصاياي ويحفظها يحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الحتة دي إن كنتم تحبونني احفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الآب، هتيجي الأسبوع الجاي كلام عن المعزي الآخر، لأن احنا هنقرب على العنصرة. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر لي له ذاتي. دي النقطة. بعدين هيقول تاني اللي عنده وصاياي، الذي يحفظ وصاياي يثبت فيا وأنا فيه. طب والتانية اللي قال فيها يثبت فيا وأنا فيه هي إيه؟ من يأكل جسدي ويشرب دمي. الطريقتين اللي احنا نوجد بيهم في المسيح، بداية من المعمودية ان احنا نلبسه، وبعدين نعمل إيه؟ نحفظ وصاياي، لازم أعرفها، ولازم نحفظ وصاياي ونعمل إيه؟ ناخد الجسد والدم. هي دي وجودنا في المسيح. بولس قال اضطريت لأن أوجد في المسيح أن أعمل إيه؟ أرمي كل حاجة كانت عندي أنا كنت بفتخر بيها وأي حد تاني يفتخر بيها. النهاردة ربنا يسوع المسيح بيقول لنا كده، بيقول لنا أن عايز يجيب أبوه، هو وأبوه، هو والأب، ويقعدوا معنا. عشان كده في القداس، وأنا حتة التقصير المهمة لازم أحطها جواكم في القداس، انتبهوا لدي بليز، فركزوا معايا جامد. كل صلواتكم كشعب موجهة للمسيح، وكل صلواتي أنا ككاهن موجهة لمين؟ للآب. انتبهوا لدي كويس أوي، مش كله زي بعضه. كل صلواتكم موجهة للمسيح. هديكم مثل بشفاعات، دي أول قداس، بشفاعات والدة الإله القديسة مريم، يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. على فكرة احنا بنقول يا رب للآب، وبنقول يا رب للابن، وبنقول يا رب للروح القدس. يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. بنكلم مين فيهم بقى؟ نسجد لك أيها، يبقى بتكلموا مين؟ الابن. أبونا يقول ايه؟ يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان والموت الذي دخل العالم هدمته بالظهور المحي الذي لابنك. يبقى انا بكلم مين؟ امتى احنا الاثنين بنكلم الاب؟ عشان بقى هي دي السكه. يعني انتوا طول الوقت مركزين مع ربنا يسوع المسيح اللي اتعمدتوا جواه ودخلتوا جواه وبتكلموا معاه، هو الطريق عشان نوصل للاب في الاخر. امتى بقى احنا الاثنين، انا وانتوا، هنكلم الاب؟ حد عارف؟ ابانا الذي، لما كلنا بنرفع ايدينا مع بعض. ليه؟ لان في اللحظه دي جسد المسيح انا قسمته، الكاهن بيقسمه وبيرفعه في وسطينا متكسر. دي الطريقه الوحيده اللي احنا هنوصل بيها للاب، ان الابن اللي جوانا يتقدم للاب ايه؟ مذبوح، ذبيحه. عشان كده هو قال لهم انا لازم اروح للصليب عشان انتوا تبقوا قدام الله ابناء. بالصليب اخذنا البنوه لله، وده اللي بناخده في المعموديه والافخارستيه. القداس كله هي السكه دي، الطريق والتوجه بتاعنا. يبقى الطريق هو المسيح في الصلوات بتاعتنا، واخر القداس بنوصل لابانا الذي، وبنرفع جسد المسيح وبنصلي مع بعض. بعد كده ما ينفعش نكلم حد تاني، لان احنا دلوقتي بقينا ولاد الله، لازم يكون ربنا في المسيح بيحضننا بياخدنا ليه. عشان كده انا بزعل لما الشمامسه يقولوا اي الحان للقديسين، تتكلموا على ايه؟ احنا خلاص وصلنا ايه؟ القديسين بنبتدي بيهم في العشيه، عشان كده بنعمل عشيه مخصوصه للحنوط بتاع القديسين، وممكن باكر. اخر حاجه بنكلم فيها القديسين هي بشفاعات والدة الاله على باب القداس، على الباب، وبعد كده بنسيبها وبنمسك في ربنا يسوع المسيح. بيبقى هو الطريق بتاعنا لغايه لما نوصل لمين؟ للاب في ابانا الذي. وبعد كده خلاص مفيش رجوع تاني ورا. انتبهوا للحاجات دي في التطبيق بتاع الكنيسه. الكلام ده
واضح، اللي يبص عليه، اللي يفكر فيه، ما هوش صلوة خلاص. مش صلوة زي أي حد بيصلي كده من قلبه وخلاص، لا لا، كلام موزون ومعروف وله هدف وله ترتيب ومبني على كتاب مقدس بنا رهيب جدا، زي ما يكون يعني ناطحة سحاب بنينها على أساس قوي جدا جدا. هنا أنا عايز أقول لكم بس ياريت نحن نقعد نتأمل شوية في وصية ربنا، وصايا دور عليها في العهد الجديد. ياريت نقعد نتأمل في كلام القداس ونبص عليه. التأمل بتاعكم ده على فكرة مش تضيع وقت لما تقعدوا تفكروا فيها. ليه؟ الحاجة اللي بتتبص عليها طول الوقت هي دي الحاجة اللي هتحدد حياتك. لكي توجد في المسيح يبقى لازم تبص على المسيح طول الوقت، ما تطلعش بره الصورة دي. هتطلع بره الصورة دي مش هتبقى فيك صورة المسيح. هتقعد تتفرج على أفلام تركي ولا أفلام أمريكاني ولا أفلام مصري، إيه الصورة اللي هناخدها؟ صورة مين؟ العالم ولا صورة ربنا يسوع المسيح؟ العالم. والفكر بتاعك وطريقتك في الحياة هتبقى صورة العالم. عايز تعيش السماء يبقى لازم تبص على ربنا يسوع المسيح في الإنجيل وفي صلاتك. هتوجد فيه هتبقى زيه، هتبقى زيه، هتروح عند أبوه. ملهاش تاني دي. Let me just say two words in English. So the gospel today is the fifth gospel, fifth Sunday of a series of gospels that we had during the 50 days, and we continue on to the sixth, and the seventh will be the Pentecost. So the gospels we had before answer the question, why did Jesus show himself to the disciples only in the upper room and waited on Thomas for another 7 days to show himself to Thomas? And the answer was, Jesus established the church. He wants to be available in the church, in his flesh, in his blood, in his bones. So when he's going to do that in the church, he's going to do this on the church on the Sunday. That's what he did when he's giving himself to us in the communion. The second Sunday, that's why the second Sunday speaks about the bread of life. John 6, anyone who eats my bread, my body, and drinks my blood abides in me and I in him. That's exactly it. So this is actually answer the question of the first week. The third week is the Samaritan woman, and the Samaritan woman is about the Holy Spirit, the water of life. And the Holy Spirit is a gift of Christ on the day of his resurrection. He breathed into the apostles and said, receive the Holy Spirit. Those whose sins you forgive, they'll be forgiven. Those who retain their sins, they will be retained. What is he establishing? Priesthood. You need someone to baptize. You need someone to pray a liturgy. You need someone to give you absolution when you confess. That's what Jesus wanted from the beginning. In all his talks, one of the most powerful talks about the church, the most powerful, is the prodigal son. If you look at the church in the prodigal son, you will see it in Jesus' talk. The fourth week is Jesus, the light of the world. And the question is, why are you showing yourself to us in the church and not to the world? And it's very simple, because the world had rejected him, and we talked about this last time. The world doesn't want Jesus. If they accept him, they will be in the church. And you would hear the fundamentalists in this country talking about Israel is the people of God. God just took a break from Israel, going back to Israel later. Nonsense. This is actually a heresy. Nonsense. Because when you think about it, they rejected him and they said, our blood is blood on us, on our children. Until today, if you look at anybody, especially the zealous, the very aggressive Jew like Paul, they would spit on the cross. They hate the name Jesus. That's not somebody that God will be in favor. Then he doesn't love his son. So I would give you the example of Joseph. When Joseph was treated by his brothers, the most horrible treatment, and they almost killed him and sent him to Egypt as a slave, did Joseph go back to his brothers? Never. What had to happen for them to see him? They had to leave the promised land and go where? To where Joseph is. Joseph died in Egypt, sealing this idea that Joseph will never return in this lifetime to Israel. Israel has to come to him. Even his father goes to him. So if any Jew or Israelite wants to see Christ or wants to be the child of God, what do you have to do? Get out of the Old Testament, Old Covenant, and do what? And be a member in
the church. That's what St. Paul, think about it. We read the story today when St. Paul, who's a very zealous Jew, Pharisee, Jesus wanted to talk to him. What did happen? He didn't tell him, stay where you are, go to the synagogue, do whatever you're doing, I'm going to talk to you. No! He told him what? There's a man, his name is Ananias. Go to him. What? You want to know me? You want to be converted? Go to Ananias, and Ananias will baptize you. Very interesting. So the final part here is Jesus is leaving to go to the Father, and that he is going to send us the Spirit. That's how he's going to do it, and we're going to continue with that next week. But he speaks about something, about his commandments. He says, whoever has my commandments and keep them is the one who loves me. And we, that's his Father and him, the two, so God is a three persons, a family, not a single person. The three will come and live in us when we keep the commandments of Jesus. Two things he said to abide in me, to take communion and keep my commandments. And to keep the commandments of Christ is to think about him all the time, to be in him. We are in Christ in baptism. St. Paul said this, as many as have been baptized unto Christ have put on Christ. The second, take the body and blood. It says, whoever eats my body and drinks my blood abides in me and I in him. And we ask, how does that happen? It's a totally different idea than humans can understand. When a person abides in another person, when a person exists in another person, that's the dimension of God. That's the work of God. How can the Holy Spirit, who is a person, lives in me? How can Christ, who is a person, lives in me? That's God's dimension. No brain can get this one. You have to take it by faith. And you will see the fruit. It's not just take it by faith and just forget about it. No, you will see the fruit. And so the two things to abide in Christ right now after you were baptized, keep the commandments of Jesus and then meditate on them, you know, long enough. And then also taking his body and blood. In this way, I become in Christ like him. And if you meditate too much on a show or a TV or a news program or something, guess what? You will be like that too. In the liturgy, and the last, the final thing, the liturgy, we pray to Christ, the congregation pray to Christ, the priest pray to the Father, until we come to one point where both of us are praying to the Father, which is our Father who art in heaven. Glory be to the Father, and the Son, the Holy Spirit, now and forever.